روسيا تقوم بتسخين أسلحتها وترفع حالة التأهب للحرب العالمية الثالثة. تصعيد جديد وخطير من رئيس كوريا الشمالية. تصرفات أمريكا تجاوزت الخطوط الحمراء بشدة، والرد على أي تحرك عسكري أمريكي قد يتضمن استخدام السلاح النووي على الفور. موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة. قامت موسكو بتحذير إسرائيل من دعم أوكرانيا بالأسلحة، وقامت بتوجيه رسائل شديدة اللهجة وتحذيرات قد تتسبب في تدمير العلاقات بين الطرفين. وهذا كان الرد الروسي تجاه الأخبار التي تزعم قيام إسرائيل بدعم كييف عسكريا، وربما تؤدي إلى الحرب من جهة أخرى. الرئيس الأوكراني يطالب بصواريخ باليستية والعديد من الدبابات والطائرات من دول الغرب. بوتين وولي العهد السعودي يبحثان التعاون المشترك، وهذا في الحقيقة يعد ضربة موجعة لأمريكا. أعلن البيت الأبيض أن معلوماته الاستخباراتية تفيد بأن إيران زودت موسكو بمئات الطائرات المسيرة، بما في ذلك طائرات قتالية، وأنها تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الطائرات في الحرب الجارية في أوكرانيا، في حين ما يرى الجميع اشتعال وتطور الحرب في روسيا وأوكرانيا. أعلن الدب الروسي أن الحرب لم تبدأ بعد. تستعد روسيا لإطلاق شرارة المعركة الكبرى، حيث يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوجيه اقتصاد روسيا نحو الصناعات الحربية والعسكرية لإنتاج العديد من الصواريخ والدبابات استعداداً للحرب العالمية الثالثة، فهي بالنسبة لروسيا مسألة حتمية قد اقترب وقتها. يقول بوتين أنه يقوم بتطوير أسلحته لتقوم بضرب ضربتها الكبرى والمدمرة في الفترة القادمة. وأيضا يعتزم بوتين عقد اتفاقات أسلحة مع دولة كوريا الشمالية لتعزيز صفوف الجيش الروسي والاستفادة من مخزون أسلحة كوريا في الحرب الدائرة. وأكدت كيم سو جونغ شقيقة الرئيس الكوري الصغرى أن روسيا ستقوم بتدمير الأسلحة التي تتباهى بها واشنطن عن بكرة أبيها في أوكرانيا، وأكدت على أن بلادها ستظل دائما مع روسيا في تحالف واحد. وأضافت أنها تشعر بقلق شديد تجاه سلوك الولايات المتحدة الذي سوف يسبب تصعيد الحرب عبر تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية وأسلحة للهجوم البري، معبرة عن إدانتها لذلك بشدة. وقالت: نحن نعلم، بل الجميع يعلم، أن الحرب الروسية في أوكرانيا ما هي إلا حرب بين روسيا وأمريكا على الأراضي الأوكرانية. الساحة الأوكرانية تشهد سباقاً مشتعلاً لإدخال أسلحة جديدة بين الدولتين، فكل من روسيا وأمريكا يعملون الآن على تطوير قدرتهم العسكرية استعداداً للحرب الكبرى، وبعد الاتفاق الغربي لإرسال دبابات وصواريخ لمساعدة الجيش الأوكراني. قامت موسكو بإضافة منظومة بانسير SM لصفوف الجيش الروسي، حيث لها القدرة على تدمير وإسقاط الطائرات الحربية والطائرات من دون طيار، وقادرة على تدمير الصواريخ في الجو، وقادرة على تدمير أهداف بارتفاع 15 كيلو متر بسرعة تتجاوز 2000 متر في الثانية الواحدة. روسيا تتفوق في الحرب. روسيا لا تتوقف عن قصف مناطق التجمع العسكري في أوكرانيا، حيث خلف القصف دماراً واسعاً والعديد من الجثث. وقد أعلن الجيش الروسي أنه قام بقتل أكثر من 200 جندي أوكراني، ودمرت العديد من الأنظمة الحربية في أوكرانيا. وأفادت تقارير روسية وغربية أن قتالاً شرساً يدور في مدينة سوليداد في إقليم دونباس. وأفادت التقارير أن القوات الروسية شنت تقدماً كبيراً جداً لحسم المعركة للسيطرة على مدينة باخموت. وقالت موسكو أنها تسعى جاهدة لتطوير الثالوث النووي في الفترة القادمة. وأكد الجيش الأوكراني أن سوليدار ما زالت تحت سيطرته، نافياً تصريحات الروس عن احتلال أجزاء منها. وفي هذه الأثناء أعلن وزير الدفاع الروسي أن قواته قامت بتدمير وإسقاط 3 طائرات حربية في أوكرانيا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.
وفي المقابل أعلن الجيش الأوكراني إسقاط طائرتين روسيتين، وقامت بقصف العديد من مواقف أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في مناطق روسية. وقد أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد القتلى بين الجنود الروس منذ بداية الحرب إلى 130 ألف جندي، وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أنه في نفس تلك الفترة خسرت روسيا ما يقارب 3000 دبابة و2000 من الأنظمة المدفعية و300 طائرة حربية و200 دبابة. وقامت روسيا بإتهام القوات الأوكرانية بقصف صواريخ استهدف مستشفى محلي في مقاطعة لوغنسك، مما أسفر بقتل 14 شخصاً وإصابة آخرين. وأكدت موسكو أن الضربة المتعمدة على المنشأة الطبية تعتبر بلا شك جريمة حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف الأوكراني، ولم ترد السلطات الأوكرانية على هذا الاتهام حتى الآن. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية ضد دولة روسيا، وقال أن إسرائيل ليست لديها الرغبة في مواجهة روسيا عسكريا. وأكد بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لديها علاقة صعبة مع روسيا بسبب أن الطائرات الإسرائيلية والروسية تحلق مع بعضها قرب الحدود السورية. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه مستعد للتوسط بين كل من روسيا وأوكرانيا في الحرب لوقف النزاع إذا قامت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة بطلب ذلك منه. وقال نتنياهو في مقابلة مع CNN: إذا طلبت مني كل الأطراف المعنية في الحرب تدخل للصلح بالتأكيد سوف أفكر في ذلك. الرئيس الأوكراني يطالب بصواريخ باليستية والعديد من الدبابات والطائرات من دول الغرب. وقد أعلن المتحدث باسم السلاح الأوكراني أن الأهمية في الفترة الحالية لأوكرانيا هي الحصول على الدعم الغربي والأمريكي لمواجهة الزحف الروسي الغاشم. موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة. قامت موسكو بتحذير إسرائيل من دعم أوكرانيا بالأسلحة، وقامت بتوجيه رسائل شديدة اللهجة وتحذيرات قد تتسبب في تدمير العلاقات بين الطرفين. وهذا كان الرد الروسي إتجاه الأخبار التي تزعم قيام إسرائيل بدعم كييف عسكريا. أعلن رئيس مجلس الأمن القومي ديميتري ميدفيديف على أن أي خطوة متهورة لدعم نظام أوكرانيا في كييف بالأسلحة العسكرية سوف يؤدي إلى تدمير العلاقات بين موسكو وتل أبيب، وربما تؤدي إلى الحرب من جهة أخرى. أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو أن كييف تتوقع الحصول على ما يقارب 120 دبابة قتالية حديثة من دول الغرب في الموجة الأولى من الشحنات الداعمة لأوكرانيا من 12 دولة، مما تسبب في استفزاز وغضب كبير في الجانب الروسي.